انت دورت منيح عليه ما هيك؟ قلت لك دورت بكل الاوضه. لكن اكيد انسرق، اكيد حدا من هاوس كيبينج اخده. انا محلك بعمل مشكله، ما بيصير هيك. ماشي زين، بعرفهم كثير منيح هون، ما فيني اعمل هيك. بعدين القصه ما بتستاهل كل هالدوخه. ما بتستاهل كل هالدوخه؟ محبسك انسرق عادي. مش قصدي هيك، قصدي انه اكيد ما انسرق، يمكن نسيته بمكتب الياس او شيء. بكره بنمرق عليه. اوكي. طب انا ميتة من الجوع، وين رح تعشين الليلة؟ شو رأيك نروح عليسا؟ ايه بس مش انت قلت لي بيعملوا أطيب ملوخية هون؟ ليه ما بناكل هون؟ لأنه مسكرين اليوم، عندهم برايفت بارتي أو هيك شيء. عن جد؟ شو المناسبة؟ ما بعرف. دماج. يلا أنا ردي. يا حياتي شو اشتقت لك أنت. نورتي بيروت. سوري يا خليفة، ما قلت لك شنو وصلت. نص الشيف انا بقيت متعود على مسؤولياتك. المهم ماما كويسة. مين فيهم البوي فريند؟ ما تزعلش بوي فريند ايه؟ مفيش الكلام ده خالص يا زلمة. بوي فريند ايه يا ماما؟ نسيت ايه ده؟ امال سايباني في المصحة عشان اللي بدقن ولا اللي من غير دقن؟ طب ما بيبي روق شوي، ما شايفني ما عم بقدر امشي على هالشيء؟ شوفي بتاع ده ايه؟ انت شايفة انا مش شايفة. بس شكلها كتير حلوة هالبرايفت بارتي. انت اكيد ما فينا نقعد معهم، مش انت قلت لي بتعرف على الاونر؟ لا جزيل، ما فيني احرجهم تفوت هيك على شيء برايفت. بس هيدا الشيف مانول خليفة، انت بتعرف قديش انا بحبه. خلص انا رح احكي معه. جزيل بونسوار. سوري انا ما قصدي ازعجكم، بس شيف مارون انا بيك فان. يعطيك العافيه مارون، تشرفنا. فارس اتاخرت كده ليه؟ تعالى. يعني حضرتك اكيد مدام زوزو. جيزيل اهلا وسهلا. انا بشتغل مع فارس. يا اهلا وسهلا. واقفين ليه؟ اتفضلوا اقعدوا. اتفضل.